نشارك المغرب فرحتهم ونشارك الشعب المغربي يعني نشارك معهم في هذه المناسبة العظيمة، مش بس كمصريين أيضا كأفارقة وكعرب، فشيء عظيم جدا بيوطد العلاقة اللي ما بين المغرب وكل الدول الشقيقة سواء في أفريقيا أو في الميدل إيست. حبيبي Yeah, first time here in Lyon. Really happy, good stadium, good people, and yeah, much fun, lot of fun. Thank you. فالتسويق مدينة العيون ما محتاجاش التسويق لأنها مسوقة راسها يعني بكل صدق، لأنها مدينة سياحية ومدينة اقتصادية بكل معايير، الناس ديالها منفتحين يعني الجو ديالها في المستوى، دونك فالمجيء ديالنا اليوم فهو عركيز كي الدور اللي كيقوموا به الناس مسؤولين على هذه المدينه. انا كتعني لنا شيء كثير في واحد النهار اللي هو عيد المسيره الخضراء، عيد وطني مهم عندنا احنا كمغاربه ومهم في التاريخ ديالنا، التاريخ الماضي للحاضر للمستقبل. مقابله اليوم حصل لي شرف اني كنت متواجد فيها لاول مره مع هذه الترسانه من اللاعبين النجوم السابقين والأحرى، كنت كنتمنى أني نكون متواجد غير في مدرجات نتفرج فيهم اليوم، لقيت راسي كنشاهدهم عن قرب كنلعب معهم، شرف كبير لينا، كنتمنى أن الجمهور يخرج مستمتع بهذه المقابلة هذه. اكيد لانها كتساهم في التسويق للمنطقه ككل، منطقه الصحراء، منطقه العيون، وكتساهم في التسويق شرح حضاره ديال الشعب المغربي. كنشوفوا حفاوز الاستقبال اللي حضينا بها هنايا، ناكد لك ان جميع الحاضرين او المدعوين كانوا سعداء وجاهم بهار بالثروات ديال بلادنا وحسن الاستقبال ديال بلادنا.